رأيك في موضوع أحمد فتحي؟ والله شوف، انا مع وضد. يعني مع احمد فتحي ان هو يأمن مستقبله، وضد ان التوقيت كان غير جيد بالنسبه له. هو يمكن عقده انتهى، لكن كان النادي الاهلي محتاج له كنوع من عناصر الخبره. ولكن هو طبعا يعني لكل لاعب حر ان هو يحدد مصيره، خاصة ان فتحي وصل لمرحلة كبيرة جدا يعني من التقدم في العمر، 30 سنة اعتقد. اختياره كمان لدولة قطر تحديدا، واحنا شايفين دلوقتي الامور السياسيه بين مصر وقطر مش يعني انا طول عمري شايفه بفصل، اللاعب لاعب لا بفصل السياسة عن السياسة، لها رجالتها والرياضة لها رجالتها. بل بالعكس، طول عمرنا احنا بنتبع المقولة ان الرياضة بتصلح مفسدات السياسة. فأتمنى إن الرياضة تلعب دور كبير جدا، وهي دايما بتلعب دور كبير جدا في تقارب الشعوب. أنت شايف مثلا زمان كان الصين وأمريكا مباراة هي اللي جمعت بين الشعوب. فأتمنى إن احنا نتجمع تاني كعرب يعني، ونبقى على صف واحد، لأن احنا في الفترة دي فعلا محتاجين التفاف.